السلام عليكم. اليوم احنا بنتكلم على النوع الثاني من الترانزستورز عندنا، وهو اسمه الميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيت، او اختصاره الموسفيت. ده اشهر انواع الترانزستورز اللي بتستخدم دلوقتي كتير جدا في الدوائر بتاعه في الديجيتال سيركتس، وبيستخدم في صناعه الاي سيز وحاجات كتيره جدا، وهو ده الرائج دلوقتي. في نوعين من الموسفيتس. النوع الاول هو اسمه ديبليشن موسفيت، او اختصاره دي موس. ده هنتكلم عنه في الفيديو ده. الموسفيت الديزاين بتاعه من جوه شكله عامل ازاي؟ شكله زي ما هو مرسوم قدامي كده. في عندي جزء كبير سيمي كوندكتور اسمه البي، الجزء ده بنسميه الول، يعني دي عباره عن بي ول، محفور فيها، محطوط فيها في بدايتها من فوق جزئين ان كده، واصل ما بينهم شانل ان برضو. طيب ده بالنسبه للترانزستور. فوقه في طبقه اللي هي الطبقه الخضراء دي. الطبقه الخضراء دي ميتال، يبقى في ميتال واصل بالجزء الان ده، وفي ميتال تاني واصل بجزء الدرين ده، بجزء السيمي كوندكتور الدرين ده. الاثنين ميتال دول هدفهم الوحيد ان هم يعملوا اتصال ما بين السلك بتاع السورس والسلك بتاع الدرين والترانزستور، عشان بس يوصل سلك السورس ده بالان وسلك الدرين بالان. بالنسبه بقى للجيت، الجيت مكانه فين؟ مكانه فوق التشانل بالظبط. في عندك الحته الحمراء دي كده، دي طبقه من الاوكسايد، طبقه ماده عازله، وفوقيها طبقه الميتال الخضراء دي. من هنا جت تسميه الترانزستور ميتال اللي هو الاخضر، اوكسايد اللي هو الاحمر، سيمي كوندكتور اللي هو التشانل او الويل، وبعدين في ديفكت ترانزستور فام او اس، ده اللي هو الثلاث طبقات اللي فوق بعض دول. ده بيشتغل ازاي؟ ده بيشتغل كالآتي. بالمناسبة الترانزستور له الموسفيت له أربع أطراف مش تلاتة، في طرف رابع اسمه البادي، ده متوصل بالوال، بس عادة دايما بيكون البادي ده كونكتد بالسورس، فبتلاقي في الآخر أنت قدامك هما تلات أطراف، الجيت والسورس والدرين برضو. في بعض الأبليكيشنز المتقدمة بيستخدموا البادي كمان ده، بس أنا حاليا دلوقتي هنفترض إن البادي والسورس دايما واصلين ببعض. طيب خلينا نشوف بقى دلوقتي زي الفات، شبه الفت تماما. تعالى نتخيل ان انا في عندي بين الدرين والسورس في عندي بطاريه اسمها في دي اس، عايزه تمشي تيار. هتعرف تمشي تيار من الدرين للطبقه الان دي، وبعدين تمشي في التشانل الان برضو، وبعدين تطلع من الان ده للسورس وترجع تاني للبطاريه. طيب يحصل ايه لو انا كنت جاي من الجيت والسورس وصلت بطاريه بالمنظر ده؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ الجيت متوصل، السالب البطاريه السالب بتاعها متوصل بالجيت، والموجب بتاعها متوصل بالسورس. طيب يعني الموجب بتاعها متوصل برضو مين؟ بالبادي، يعني متوصل من تحت بالبي ويل. السالب اللي في البطاريه هيبقى قريب من التشانل اللي هي اصلا ان، فالسالب ده هيتنافر مع الالكترونز اللي موجوده في الان ويزقها بعيد عنه، والجيت الموجب بتاع البطاريه اللي متوصله بالجيت والسورس، الجيت الموجب ده متوصل بالسورس يعني متوصل بالبادي، فالموجب يتنافر مع البي او الهولز اللي موجوده في البادي، يبقى السالب بتاع البطاريه يتنافر مع الالكترونز اللي في الان ويل او في الان شانل، والموجب بتاع البطاريه يتنافر مع الهولز اللي موجوده في البي ويل. فتلاقي الهولز الموجبه دي تهرب من هنا وتروح ناحيه التشانل، والالكترونز تهرب من التشانل وتروح ناحيه الويل نتيجه البطاريه. طب لما ده يحصل التشانل يحصل لها ايه؟ التشانل تصغر. ليه التشانل تصغر؟ تصغر علشان كمية الكترونز اللي كانت موجودة فيها هربت وجا مكانها هولز، فالهولز اللي جت والالكترونز اللي راحت غيرت شوية من الكونسنتريشن بتاع المادة عند النقطة المتصل فيها التشانل مع الويل، فتلاقي في الاخر ان التشانل حصل لها ان هي صغرت شوية لان في حتة منها قلبت هولز، قلبت بي نتيجة الهولز اللي جت من بره. فالتشانل لما تضيق الكارنت يحصل له ايه؟ يصغر.
كل ما ازود في فولت الجيت والسورس البطاريه اللي حاططها دي، كل ما ازودها زي ما انا موصلها كده، الشانل تفضل تفقد في الكترونز والهولز تيجي مكانها، فافضل ازود في الفولت بتاع البطاريه لحد لما الاقي الشانل يحصل لها ايه، افضل ازود في الفولت ده اللي احنا بنسميه في جي اس، افضل اغير فيه، تكتشف لغايه لما تلاقي ان الويل بيحصل لها الشانل بيحصل لها ايه، بتصغر تصغر 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 لحد لما تبقى مش موجوده خالص. طيب تبقى مش موجوده امتى؟ عند في جي اس بتساوي في بنش، وفي الحاله دي يحصل ايه، المسار بتاع الكرنت يتقفل وما يعرفش التيار يكمل تاني. طب افرض في الترانزستور ده بقى مش زي الفات، افرض في الترانزستور ده عكست البطاريه، كان ايه اللي هيحصل؟ خليتها عامله كده، ده الشانل اللي كانت موجوده هتفرح حاجه بالموضوع ده، الشانل ده بص ليه جهد موجب، الجهد الموجب يشد الكترونات من الويل للشانل، والجهد السالب يشد هولز من الشانل للبطاريه، من الويل للبطاريه. يعني هبص ليه انت عندك الالكترونز بعد ما كانت هي سمك للشانل كده، لا هبص ليه سمك للشانل بقى حصل له ايه، بقى عامل كده الشانل وسعت. طب حد يقول لي ليه ما فيش الكترونز تطلع من الشانل وتروح للموجب بتاع البطاريه؟ يعني انت بتسحب الكترونز، بتقول في الكترونز بتيجي للشانل، طب ما في الكترونز هتسيب الشانل وتروح للبطاريه. لا، ما هو المتر والاكسايد هو ده هدفهم، ان هم ما يخلوش في الكترونز تعرف تعدي لحد الجيت. السكه دي مفتوحه، السكه دي عامله زي ما تكون كاباستور، فما فيش الكترونز تعرف تعدي وتروح للموجب بتاع البطاريه، هم هيقعدوا يتراكموا في الشانل. طيب فتلاقي الشانل وسعت، هو ما الشانل توسع الكرنت يحصل له ايه؟ الكرنت يزيد. الترانزستور ده الكاركترستيك بتاعته شكلها عامله ازاي؟ هتلاقيها بالصدفه تماما شبه الكاركترستيك بتاعت الجي فيت بالظبط، لان ده ما يختلفش عن الجي فيت في اي حاجه. ده في جي اس، ده الاي دي، هتلاقي ان الكاركترستيك شكلها عامل كده. الفرق الوحيد ما بين الدي مصفت والجي فيت ان الكيرف ده مكمل، يعني ممكن تحط في جي اس موجب وتلاقي ان الترانزستور شغال ومش هيكون في كارنت في الجيت برضه. طبعا واضح في الترانزستور ده ان مفيش كارنت في الجيت علشان الجيت متوصل بميتال واوكسايد، الاوكسايد ده عازل ما يسمحش بمرور التيار، فطبعا الكارنت في الجيت لازم يكون بصفر، سواء الفي جي اس كانت موجب او سالب. وهو ده الفرق ما بين الجي فيت والدي مصفت، ان الفي جي اس لو سالب، لو موجب في الدي مصفت برضه مش هيبقى فيه كارنت في الجيت، بس الكلام ده مش صح بالنسبه للجي فيت. طيب فبالنسبه للكاركترستكس ده الفي جي اس مع الاي دي، وطبعا النقطه دي برضه بنسميها الاي دي اس اس علشان تبقى شبه الجي فيت، لان هم في الاخر هو نفس الايكويشن. يعني النقطه اللي بيحصل عندها ان الترانزستور بيقفل اسمها في بنش، وبرضه في الاخر بتلاقي ان انت عندك الناحيه الثانيه الكيرف الثاني هو في دي اس مع الاي دي، اللي هو بيجيب لك قيمه الكارنت الحقيقيه، بقى بتلاقيه عباره عن مجموعه من الكيرفات اللي عامله كده كيرف الكل في جي اس. وطبعا بقى هتلاقي ان انت في عندك كيرفات بتثبت عند قيم اكبر من الاي دي اس اس، لان انت بنسمح هنا ان في جي اس تكون بالموجب. فالفرق ما بين الدي مصفت والجي فيت هو مجرد بس في الريجن دي وفي مجموعه الكيرفات اللي فوق في اي دي اس اس. وبالتالي طبعا الايكويشن بتاعت هذا الترانزستور بتكون ان الاي دي بتساوي اي دي اس اس واحد ناقص في جي اس على في الكل.